في الحديث الشريف ما مضمونه أن سائلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب من النبي شيئا، فنظر النبي في أصحابه وقال لهم: هل من أحد يسلفني شيئا؟ هل من سلف؟ فقام أحد الأصحاب وقال: أنا يا رسول الله. فقال: أعطه أربعة أوسق. الوسق تقريبا يعادل 200 كيلو بوزن هذا الزمان، أو شوية أكثر أو شوية أقل، أقل شوية، أقل من 200 كيلو. قال: أعطه أربعة أوسق. لعله هذا كان إذا حنطة أو شعير يكون طعام سنة إلى ولعائلته. في الأحاديث الشريفة أكو: إذا أعطيته فأغنه. إذا رجل فقير عائلته موك كثيرة ربما يكفيهم للسنة. على كل هذا الرجل اللي سلف رسول الله صلى الله عليه وآله كان من الأنصار. بعد فترة جاء إلى النبي قال: يا رسول الله السلفة. فقال له النبي: يكون إن شاء الله. ما كان عند النبي يعطي. بعد فترة ثانية أيضا جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله السلفة. طالب بدينه في المرة الثانية. النبي ما كان عنده. قال له: يكون إن شاء الله. يعني بعدين هسه ما عنده. فجاءه بعد فترة في المرة الثالثة وقال: يا رسول الله الدين السلف. فقال له النبي في المرة الثالثة: يكون إن شاء الله. الكناية عن أنه ما عندي هسه. قال: يا رسول الله كل مرة تقول يكون إن شاء الله، شو ما كان ما صار. فنظر النبي في بقية الأصحاب في من كان هناك في ذلك الوقت، قال لهم: هل من سلف؟ أكو واحد يسلفني شيء؟ واحد من الأصحاب قال: نعم يا رسول الله. يريد النبي يتسلف يعطي هذا السلف، يعطي هذا الدين. قال: نعم يا رسول الله. النبي قال له: كم تسلفني؟ قال: ما شئت. ايش قد تريد يا رسول الله؟ قال: أعطه 8 أوسق. 4 كان متسلف منه. قال: سلفني 8 أوسق طن نصف تقريبا، أعطه لهذا. الرجل قال: يا رسول الله أنا طلبي ديني 4 أوسق. فقال له النبي: و4 أيضا. هذا الحديث الشريف انتهى. القرآن الكريم يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
تعلموا من رسول الله، تأسوا برسول الله، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله. هذا معناه أن الإنسان لعمل الخير لا يتقيد، إذا عنده يعمل عمل الخير، إذا ما عنده لا يعمل، لا، إذا يقدر يتسلف يتسلف، يقترض ويعمل الخير. هذا المورد في هذا الحديث الشريف مورد الصدقة. أما المورد غير خاص للروايات الأخرى في الموارد الكثيرة الأخرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وللأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أنهم كانوا يتسلفون يقترضون لمطلق أمور الخير. فالإنسان إذا عمل خير أكو يشترك في أي عمل خير، إن كان عنده يعطي منه، إن لم يكن عنده يتسلف. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في مكان، في مورد، في آية كريمة يقول: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني مما أعطاك من اللي عندك، الله جعلك خليفة له على هذا المال، من هذا المال أعطي، عندك أنطي، الله أعطاك. في آية أخرى الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، بمقتضى إطلاقه أنه مو لازم إلا عندك تنطي، حتى إذا ما عندك تسلف اقترض انطي، الله يخلفه لك يعطيك. لأي عمل خير أمام الإنسان استطاع الإنسان عليه، بر الوالدين، صلة الأرحام، إطعام الجائعين، إكساء الذين يحتاجون إلى الكساء، إلى الكسوة، إلى الملابس، اللي مو متزوج يحتاج إلى الزواج، عندك أعنه في زواجه، ما عندك اقترض السلف، حتى إذا آل الأمر إلى أنه الطرف يطالبك عدة مرات وأنت ما عندك، وبالتالي أيضا تتسلف وتعطي لهذا. هذه عبرة، العبرة الثانية، وفيها أيضا روايات، وهذه الرواية عمل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية أيضا تدل عليه أن الإنسان إذا سلف بدون ربا بدون شرط، من المستحب عندما يؤدي الدين يفي بالدين، يخلي عليه شيء ويفي به. رسول الله هنا أربعة أوسق، أضاف إليها أربعة أوسق أخرى حتى الناس يتشجعون على الدين، حتى الناس لا يلجؤون إلى الربا، كل من يعطيهم ربا، مع التغليظ في القرآن الكريم في حرمة الربا، هاي الربا الشائعة مع الأسف في الكثير من البلاد الإسلامية ومن مدن المسلمين وعند الكثير من المسلمين، حتى يخف هذا الربا وشيئا فشيئا يقل. إذا سلفت من أي أحد عندما ترد عليه أضف إليه شيء، وهذا مستحب، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله في موارد عديدة، منها هذا المورد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كل ما يسمع يقرأ الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعزم
على أن يسير مثل رسول الله، يعمل مثل رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.